رنا ياسر، موظفة إدارية بالمعهد الفرنسي وسفارة فرنسا. منحة طهطاوي هي منحة بتقدمها السفارة الفرنسية للطلاب المصريين اللي عايزين يكملوا السنة الثانية من الماستر في جامعة فرنسية في فرنسا. السنة الثانية دي أي ماستر بيبقى عبارة عن سنتين، السنة الأولانية اللي هي التمهيدي M1، والسنة الثانية هي سنة الماستر. فأنا عشان أقدم على المنحة لازم أكون مسافر علشان أدرس في السنة الثانية دي. المنحة مدتها 10 شهور، متضمنة الدراسة وكمان فترة التدريب لو الجامعة بتفرض عليا أن أعمل تدريب. المنحة مفتوحة لجميع المجالات، ملهاش سن معين. شروط التقديم على المنحة: أول حاجة أن أنا لازم أكون مصري الجنسية، بس ما ينفعش أكون بحمل جنسية مزدوجة مصرية وفرنسية مع بعض. كمان لازم أكون عندي شهادة جامعية مصرية أو فرنسية، أو على الأقل في السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية بتاعتي. الدراسة لازم تكون في جامعة فرنسية في فرنسا، ما ينفعش دراسة عن بعد، وما ينفعش أسافر لمجرد التدريب. المنحة دي بتوفر لي إيه؟ بتوفر لي بدل شهري 860 يورو في الشهر لمدة 10 شهور، متضمنة الدراسة والتدريب. كمان بتساعدني إن أنا ألاقي سكن، بتديني ضمان اجتماعي وتأمين صحي، وبتديني إعفاء من المصاريف الدراسية بحد أقصى 5000 يورو. أنا كطالب بتحمل بس تكاليف السفر وتذاكر الطيران. الإجراءات: أول حاجة لازم أختار الجامعة بتاعتي، وده من خلال منصة الدراسة في فرنسا اللي هي بلاتفورم اتيودون فرانس، أو التواصل المباشر مع الجامعة. تاني حاجة استمارة البيانات، ودي هلاقيها على موقع المعهد الفرنسي في الجزء الخاص بمنحة طهطاوي. تالت حاجة الأوراق المطلوبة. إيه الأوراق؟ إن أنا ببعت صورة من جواز السفر ساري، إن أنا بعمل سيرة ذاتية، وبعمل خطاب تحفيز، والاتنين بيتكتبوا بنفس اللغة، ودي بختارها على حسب الدراسة أو لغة الدراسة اللي أنا هسافر أدرس بيها. كمان ببعت بيان درجات بتاع شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل الثانوية العامة، ولو الأصل بالعربي ببعت معاه ترجمة بالإنجليزية أو بالفرنسية. ببعت كمان بيان الدرجات بتاع كل السنوات الجامعية بتاعتي، ولو الأصل بالعربي برفق معاه الترجمة. لو أنا اتخرجت هبعت صورة من شهادة التخرج بتاعتي، ولو لسه ما اتخرجتش مفيش مشكلة، الملف بتاعي مش هيعتبر ناقص. ببعت كمان شهادة لغة B2 في اللغة الفرنسية أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية TOEFL أو IELTS. لو ما عنديش بجيب خطاب من الجامعة بيقول إن أنا سنوات الدراسة بتاعتي كانت بالفرنسية أو بالإنجليزية. ببعت كمان إثبات إن أنا قدمت على جامعة فرنسية في فرنسا، يا إما رقم الملف بتاعي تبع منصة الدراسة في فرنسا، يا إما صورة من الإيميل اللي الجامعة قالت فيه إنها استلمت الملف بتاعي وهو قيد الدراسة. هجمع الملفات دي كلها في PDF واحد وببعته على إيميل bourse.efegypt.com. أزود إزاي الفرص إن أنا أحصل على المنحة؟ بإن أنا أبعت كل الأوراق المطلوبة مش ناقصة، بإن أنا ألتزم بالموعد النهائي للتقديم على المنحة ما تخطهوش، وبإن أنا أتأكد وراجع السيرة الذاتية وخطاب التحفيز ما يكونش فيهم أي أخطاء لغوية، وأهم حاجة إن مجال الدراسة بتاعي في فرنسا يبقى مرتبط بمجال الدراسة بتاعي في مصر، ما يكونوش مجالين مختلفين. دي كل التفاصيل المتعلقة بمنحة طهطاوي. لو عندكم أي أسئلة تانية تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الإيميل. بالتوفيق وشكرا.